عيون الخاتون. أنا كثير بحبك. شو قلتي خاتون؟ أنا مستعد أكتب كتابي عليك وعلى سنك الله ورسوله. أنا هلأ بلشت. بشر هالسحب ريان، بشر هالسحب. القوة اللي بعطنيها على الغوطة تمشطها بيقضوا عليها. لك أنا سيبة ولك، فهمت؟ من هون لثلاث أيام رح يشوفوا شي مني ما بيعجبون بنوب. إذا بدك تعمل بالقصة دم، أنت بتعرف إنه ما بتخلص غير بدم. إيه والله لحسن، والله ما حبيت. الدرب اللي ماشيين فيه بده رجال ما بيهابوا الموت، واللي بيهاب الموت هلا بدك تعملها؟ رح احسها هون مثل الكلب. ضابط فرنساوي بيمسح فيني الاراضي. الحارة رح تضل محاصرة يا ابو فهد. والظاهر بده يلم المونة من كل بيوت الحارة. يا اولاد حرام! استاري لحال وشغل زي هالمرة رضيت موت كريم، المرة الجاية رح تكون خاتون. أبو العز ما غسل عاره وما منقبل فيه زعيم للحارة. طب يا أبو فهد، لك شلون تتخلوا عنه بهيك محلة؟ لك إذا ما رضي خالف شرع رب العالمين بتوقفوا ضده. حط ببالك إنه خاتون هي اللي قوصت على أخوه. بده ياخد ابنك منك ورجلك فوق راسك. هذا ابني، ابني، ما حدا له حق في غيري. بدي ابني. اشتقت لك يا حبيب. رضاي عليك لنفرط بخديجة. محمد شافت خالد واقف معي. منتي وخالد؟ وانا خايفة اذا شدت ضده تصير تحكي عني شروي غروي. خرسي وليه؟ فكرك خالد حيقبل فيكي لما يدرى انك ارعب؟ وهالمنظر معناتها انا كمان بعرف انه انتي اللي ما بتجيبي اولاد وحاطه العواد بجوزك. ولك رمات هرب وخذها مني على الصاحي. ولك بتسلم ابن بلدك للفرنساوي ولاد؟ انت السايبه اليوم. لك يا فاروق، لك يا اخي يا ابن ابي، عم توقف ضدنا. بدك تشتغل مع الفرنساوي على ابن بلدك؟ ولك إذا ابن قلبي طلع خوان ولي الأصل، ولك